Gut. Morning. We had the egg to camp to the way up now. I come on the ladder? Yeah. Ladder or... المشاهد اللي عم نشوفها مالنا من فيلم، المشاهد هي لضيفتنا فاطمة دريان متسلقة جبال، وعن جد بشرفنا نقول انه انت اول لبنانية نساء، يعني عم نحكي من النساء مش ماكسيم شعيا، قدرت انه توصلي على قمة ايفرست. اهلا وسهلا فيك فاطمة، وعن جد بنشوف حالنا فيك على هالانجاز اللي عملتيه. المشاهد اللي عم نشوفها بتوقف القلب، عملت هالانجاز بشهرين؟ مزبوط. اي متى صار؟ سفرنا على نيبال ب 23 مارش، بنوصل لهونيك بنحضر كل شيء بنبلش، طلعنا على اول جبل اسمه لوبوتشي عشان جسمك بده يتاقلم مع قله الاكسجين ومع الطقس والتغيرات كلها، فبدي نطلع لفوق، بنتسلق لفوق وبنرجع بننام تحت لتكتر الريد بلود سيلز بجسمنا. فهذا الشيء بيستغرق شهرين اللي هو التأقلم. فعملنا اول روتيشن، هن بيكونوا روتيشنز، طلعنا لوبوتشي بعدين نقعد على البيس كامب اللي هو على 5360 متر، ومن هونيك بنصير نطلع وننزل، نطلع وننزل ثلاث مرات، بيكون تأقلم جسمنا وبعدين هون كله بعدنا عم نحكي انه لحتى تتأقلموا مع الجبل. ايه. المشاهد اللي عم نشوفها هون كان بعدكم عم تتأقلموا لها؟ بلا، هون بعدنا عم اكزاكتلي وبدنا نفهم شو هي الطريق، يعني نقطع يعني هلا لادرز. شو هون؟ شو عم نشوف؟ هلا هذا اسمه الكومبو ايس فول اللي هي من بيس كامب لأول مخيم عالي فوق اللي هو على 6000 متر. هون بنقطع بين مثل بازل ميز كلها ايس، بس بنبلش مثلا على الساعه 2 بالليل عشان فيهم يسوحوا ديورينج ذا داي بيوقعوا علينا، فهذا بنكون عم نجرب. بس معكم جيد؟ يعني في معنا واحد ويسترن جايد اللي هو من امريكا وهيك صغير، بس اكثر حدا بكون متفق يعني انا وياه كل الوقت هو اسمه الشيربا، اللي هن بدون ما حدا بيوصل على ايفرست برايي، هو حدا من نيبال. مزبوط. من نيبال من الجبل، وبيكون ضيعته تحت مثلا بيس كامب بشوي، هو واصل اللي كان معي كان ثامن مره بيوصل لفوق، بيعرف الطريق، بيعرف التغيرات، حافظ كل شيء، فهو بيكون يعني انا وياه البست فريندز مع بعض على الجبل، دائما بيكون عم بيطلع. يمكن هذا الشيء بيساعدك لما بيكون معك حدا، بس من المشاهد اللي كنا عم نشوفهم يعني في قصص الوعي تبع الانسان ما بيخليه يعملها، شو اللي كان عم بيخليك تجاسي مثلا تقطعي مثل هي اللي كنا عم نشوفه هالسلم؟ يعني في خطر كثير كبير. ما كنت واعية. ما كنت، بس شو الهدف يعني؟ ليك قد ايه واحد بيكون عنده اصرار او هدف معين ليعملها؟ ما كنت واعية. لا ليك، انا كنت بس شايفه السمت القمة. اوكي، ومن انا وصغيره كنا نروح على نيبال كثير مع اهلي وهيك، فلايك طرنا فوق ايفرست وشفني وقلت لهم انا في نهار بدي اجي وفوق. هيدا حلمي من انا وصغيره، وراح الموضوع. اي ديد كان اكثر اكستريم سبورتس، بس اكون هونيك هذا اللي كل حياتي كنت شايفته، هذا اللي بس فيني اشوفه. اوكي، بعرف انه في تشالنجز واوبستكلز بدي اتخطاهم، مرات كنت اوقف اقعد افكر انا شو بعمل، شو عم جبرني انه طب انا هلا اذا بوقع تحت وين بوصل؟ لانه ما ببين شيء تحت، انت عم تقطعي على الدرج قد ما غميقه سوداء، فبتطلع انه ليش عم بس برجع بس لاوصل. طب ليش عم تعملي هيك؟ هلا عم تقولي انه بتطلع ليش عم بعمل هيك؟ ايه. بس حدا ليه بخاطر بحياته هالقد؟ ايه. وقلت انه في 11 واحد كان معكم وماتوا لانه ما قدروا. بالعجبل ماتوا. ايه. ايه لانه كان في عجقه كمان. ايه. مثل ما قلنا يعني في هالقد خطوره. ايه ليكي، هيدا الشغف اسمه، بحس بس حدا يكون عنده شغف لشيء
لو شو ما كانت هي قد ما هي بدها تخاطر، اذا انت عن جد بدك هيدا الشيء رح توصلي له. لو بده يكون قدامك كل هدول الاوبستكلز، بس ما كنت شايفتهم انا هول، كل اللي شايفته كانت الامه وكل حلمي انه بدي اشوف كيف شكل الدنيا من فوق على وبعدين ايفرست على 8848، يعني ما محل ما بتطير طياره، في فرق بين ما تطير من فوق وتوقف هونيك وتشوف السان رايز نحن وطالعين. اوكي لحظه لحظه، اتس بيوتيفول. هيدا غير اكسبيرينس، هلا رح نحكي عنها شو حسيتي وقت وصلت للقمه. بس حكينا عن عدد كثير كبير بيموتوا هن طالعين على القمه، ليه؟ شو سبب واحد ما بيكون مجهز مزبوط، ما بيكون ما بعرف الضغط؟ هلا لك على ايفرست في كثير خطورات وكل الوقت انت معرضه لشيء يصير كل الوقت، يعني في واحد يموت هلا وقاعد، في واحد يموت هونيك، في انهيارات بتصير، بس في ناس كمان عم تزيد الخطر على الناس اللي بتعرف تتسلق لانه ما عندهم الاكسبيرينس، والكل بده هيدا الانجاز لانه في ناس عم تتسلق لاسباب مش مزبوطه، في ناس بس بدها توصل عشان يصير عندها تايتل. ايفرست عن جد بيعطي a lot of respect for somebody اللي بيوصل، بس اللي ما عندهم اكسبيرينس عم بيأثروا علينا وعلى حالهم، فهدول اللي ماتوا بيموتوا من الارهاب. لا لحتى لا، بس ليك انت بتدفع 11000 دولار للجفرمنت تبع نيبال وخلص بتطلعي، بس غير هيك اكيد مع جايد واكسبيديشن وكل شيء. اللي ما عندهم اكسبيرينس اكيد، وفي ناس حرام ما بتتحمل او بيصير معها شيء، في عبرياتك ماي، في يصير عندك فروست بايت الثلج اللي بس ياخذ عور الايدين، في يصير كثير قصص معك على الجبل مش انت. طيب في فحوصات طبيه بتنعمل، بيكون معكم حدا مثلا طاقم صغير طبي بيكون حكيم، يعني اذا صار شيء اون ذا سبوت على الارض شو بيصير؟ هلا بعد ال 6500 متر ما بيصير شيء، بيتركوك. هذا اللي صار بالديد بوديز، بده حدا يدفع وينزلهم، بيحكوا على التليفون، بيحاولوا يجربوا يعملوا شيء، بس كدكتور او حدا سبيشالست يكون فوق ما بيكون. بس تحت على البيس كامب انا مرضت شي 5 مرات. شو صار معك يعني؟ صار عندي برونكايتس، صار عندي ستومك باك، صار عندي فلو. من التعصيب يعني؟ مش من، لانه في كثير اتس ديرتي هونيك، اتس نوت ذات اي. ففي شيء اسمه ايفرست اي اي، بنروح لهونيك وبيعطونا ادويه. بس هول كلهم سوري بس بدي اسال كيف يعني دور، يعني شو اللي وسخ هونيك؟ كثير هونيك لا كثير اكيد بالجبال كثير نظيفه وكل شيء، بس تحت بالكومبو فالي اسمه في كثير وسخ. عندي كياكس اللي بيحملوا الغراض الميولز وهدول، التراش تبعهم، عندك التراش تبع الناس. هلا الناس ما كثير كمان كونزرفتيف هونيك لانه بتشوفي زباله كمان بأفرس which is very sad as well من الكلايمبرز، بس في كثير تراكرز، في كثير هايكرز للبيس كامب، فالعجقه هاي بتصير تعمل فيروس. اذا عم نشوف مشاهد هيدي تحت قبل التسلق. هو كان جزء من الهدف تبعك كمان، خلينا نقول انه انت مش بس كان الهدف انه توصلي للقمه، كان الهدف انك تعملي دراسه عن كميه النفايات اللي موجوده مزبوط. فوق مزبوط. شو لقيتي؟ لان احنا ما بنعرف انه في هالمشكله بالايفرست. ايه سو على البيس كامب احلى شيء انه ثلاث ارباع الكومبانيز اللي عم بياخذوا الناس لفوق بياخذوا زبالتهم معهم لتحت على الوكلا في طريقه، بس بعد هيدا الشيء بكثير صعب واحد ينزل الزباله. على كامب 1 كثير نظيف، قليل تلاقي زباله، كامب 2 في زباله، في بتلاقي خيم كثير مكسره، خيم تحت الثلج من زمان صار له، فهيدول كثير صعب نشيلهم لانه كمان فوق لتيجي تنظف ما في اكسجين، مش اي حدا بده يطلع يساعد بهالشيء. كامب 3 ما بتلاقي عليه كثير قصص، بس كمان بس خيم مكسره، بس اخر مخيم كامب 4 از مستحيل، يعني بتزعل انه هذا الشيء على جبل لانه المخيم الرابع هو على 8000 متر، بتشوف جير اولد اكويبمنت، بتشوف تراش زباله، الناس عم بتكب عم تترك اغراضها كثير هونيك، والخيم المكسره يعني والاكسجين باتلز كمان زباله على 8000 متر اكزاكتلي exactly. ولنلاقي طريقه لهي هلا وير دوينج ميبي ستدي ميبي وي كان هيلب، بس انه اكيد حرام تلاقي على هيك نيتشر محل ما في ولا حدا فجاه بس لانه نحن بدنا نتسلق صار زباله. يعني يمكن هلا صار الهدف احلى انه توصلتي للقمه وكمان عم تجربي تعملي دراسه لمعالجه هالقضيه اذا في مجال للمعالجه. اكزاكتلي من بعدها اعمل الدراسه بلبنان اذا في مجال. مش بكون شيء تطلعي 8000 متر. خلينا نسالك هون شغله مهمه، يعني وصلت بدها اراده، بس خلينا نحكي عن القصص يعني الاساسيه، في غذاء معين، في ساعات نوم معينه لازم تاخذوها، في ادويه معينه بتاخذوها؟ هلا على البيس كامب عندنا
تنت بيطبخوا فيها، بيعملوا لنا كل شيء. كنا عم ناكل باستا ورز ودجاج ولحم، كله بيعملوا. في حدا بيهتم بهالموضوع؟ ايه بيهتم، بس بعد المخيم هيدا البيس كامب اللي هو البيت تبعنا بنسميه نحن، على الكامب 1 بنصير ناكل كيف اكل الجيش مثلا، بتغليهم وبيطلع ميت بولز، بتغليهم بيطلع ماش بوتيتوز وسناكس وهيك. واصلا على الالتيتيود كل ما بقل الاكسجين بتسد نفسنا، فيعني هوني كان التحدي الكبير انك تشرب مثلا 4 to 6 liters of water وتاكل قد لازم هالقد تشرب ماء مينيمم. ايه اذا ما بتشرب ماء ما بتوصلي. طب في شيء ممنوع تاكله؟ يعني في شيء اذا فات على جسمك يمكن باخر بدايق مع الضغط الجوي؟ سكر. سكر بدك تاكلي كثير سكر لانه التاثير على قله الاكسجين تضلك واعيه، فكثير سكر ناكل، كثير كاربز، كثير فات. بروتين ما فينا كثير ناكل لانه كثير صعب يهدم الجسم البروتين على الالتيتيود، فما كنت اخذ كثير بروتين. طب بيكون في كمان ما بعرف وين بتناموا؟ يعني هدول ابسط الديتاليات اللي عم بفكر فيها. سو بس بننام سو على البيس كامب اجين، هو احلى شيء. انا زينت خيمتي حطيت فيها ادويه لانه عايشين كنا هوني فور لايك مينيمم 40 يوم غير هدول. وفوق بس نطلع بنصير شيرنج مع بعض، بننام اثنين اثنين بكل خيمه بصيروا لانه ما فيهم يحملوا كثير خيام لفوق. بس على الارض ايه، صار لي شهرين بنام على الارض. وين ما بتوصلوا بتناموا؟ 100% هي على المخيم معروف وين. يعني على ايفرست معروف، صاروا الناس بيطلعوا على ايفرست من زمان. طب شهرين كنت عم تقولي تقريبا شهرين اخذ هيدا المشوار كله. اكزاكتلي. وصلتوا لمحل صارت اصعب، ضل فيكم تعملوا القصص اليوميه البسيطه يعني حمام ما بعرف القصص العاديه؟ لا ليك على كل كامب كان الحمام شيء which is funny. على البيس كامب عندنا حمام، بس على الهاي كامبس بصير الكل شايف كل شيء لانه مفتوح everywhere. فلايك ايه بس لما الواحد بيفوت على الحمام بده يقعد يشوف مين في برا. لا كثير مهضومه انه ما كان هيدا ما كان لك كانه صعبه عادي طالعه عم تطلع. لا اخر شيء خلص لانه اخر شيء كل همك تكوني انت مرتاحه لتقدري تمشي لانه every step counts هوني كل فشخة. فليك لتكوني عن جد مرتاحة ما بتعودي بتركزي بهيك قصص خلص. بس كيف يعني كيف فاتت السقعة على ايدك يمكن اذا شلت القام من ايدك؟ ايه هلا عندي فيديو على السمت. كنت عم حق له انه بدي جرب تصور فيديو انه انا وصلت على السمت، فما عم بيزبط مع الجلوفز الكفوف. شلحتهم دقيقة ما فيك تشلحيهم، اتس كثير برد. اتس برد فعلا اتس برد. ايه هلا عم نشوف حتى الوجه كان رموش مجلدين. عندي جليد هون بس لانه مشينا على شي ساعة 8:30 من المخيم الرابع وصلت على السمت على 9 من العجقة. كان كثير عجقة فاخذت من 13 ساعة عجقة على الجبل. ايه حلو. لانه في كان شي 150 حدا مبلشين قبلي وبدك تقطعي عنه لتقطعي عنه ما في تراجي معين. كيف مزبوط. بتتركي يمكن محل لحتى هن يتخلقوا تبعك النيبالي اللي معنا هو which is bad يعني بتشيلي من الحبلة بشدني معه وبنمشي بنمشي على السريع وبنرجع بنرجع على الحبلة لانه في ناس لا تتركي محل لغيرك. ايه لانه اذا بتوقفي بهيك انفايرمنت اتس تيربل، في يصير عندك فروست بايت وفي كثير برد وكثير هواء بيكون طب قلتي لنا الجيد هالقد متاقلمين مع هالسقعه بيقدروا انه يدخنوا فوق لهالدرجه متاقلمين؟ ايه عن جد بيج ريسبكت لهدول الناس. نحن مزبوط طلعنا وتسلقنا وكل شيء، بس هدول يعني اللي معي تسلق كان ثامن مره له بيوصل وبتلاقي ابنه بيطلع ومدري مين بيطلع، العائله تبعهم كلها بتطلع. هن الجينز تبعهم كثير قويه ومعمولين بعتقد للجبل، بس بدخنوا فوق وبيقولوا لك انه هذا المي تبعنا ولا هذا الدايموكس اللي بياخذوه هنيك عشان متعودين. ايه بقول لك متعودين. فعلى 8400 عتمه ما في شيء مدوين الضوء، بلاقي حدا عم بغير الاكسجين تبع الكلاينت تبعه، عم بحط له بطل جديده حاطط سيجاره بتمه وعم بغير هيك على الجنب وهيداك عم يختنق بدون اكسجين وهو عم بدخن الثاني. سو عن جد بيج خلص ثمان مره كل شيء قلنا نشيلها للماستر تيربل بس تشيلها لانه طيب فاطمة خبرينا وصلت على القمة وحطيت العلم اللبناني. هلا ما بنحط العلم اللبناني هون. حلو خلينا هيك نتصور. بس انا وحطنا انا وصلت على اوكي قبل ما اوصل كنت شايفتها بخمس دقائق بس كنت كثير معصبة لانه كنت صلي ساعة ونص بس واقفة هيك عم بمشي واحدة اثنين من العجقة. المهم وصلت وكان كثير برد. ايه اكيد اول شيء كنت كثير مبسوطه بس شفت امي انه خلص وعم فكر ان شاء الله ما يصير شيء بحدود الخمس دقائق تقدر لايك تو تاتش فوق وارجع انزل.
الحمد لله I made it to the top. ما حطيت العلم، مسكت العلم، تصورت معه. It feels really nice. أول شيء إنه كان حلمي. بعد شهرين عرفتي شو لبنان، لأنه نحن اللي معنا ما في كتير كان بالتيم، ما في غير أنا وعفديز ورالف بالتيم اللبناني، وما الكل بالتيم بيعرف شو لبنان، ما الكل بيعرف وين لبنان، كلهم من فرصة هي انه exactly. كنا تحكي فثرو ذا جبال. عن جد نحن عم كثير عم نعرف على لبنان وشو لبنان للناس برا وعجبال، وهن كانوا كثير مبسوطين انه نحن الثلاثة اللبنانيين اللي معهم بالتيم وصلنا. فذس از بيوتيفول. فبس دخلت على لبنان هونيك ات واز فيري نايس اكيد، وانا كانسان يعني صار عندي مثل بيس حققت لي صار لي من زمان بحلم فيه. ما كان سهل، بس كل هدول الشهرين اللي صار معي كل الاخبار نسيت كل شيء. طب خبرينا شو هلا حققتي هيدا الحلم، بس بعد في احلام ثانيه قصص عم بتخططي لها؟ ايه في بعد ايفرست شو في؟ ايه هلا عم بخلص الامم السبعه، صرت مخلصه سته من سبعه، بعد في عندي انتاركتيكا. اوكي هون تحيه كمان لجويس عزام يلي قدرت انه تحقق خلصت اي اول بنيه بتخلص كل سبع امم which is amazing. مزبوط. فبعد باقي لي انا وحده منهم، وبعدين في قطب الشمالي قطب الجنوبي، في 14 جبل فوق 8000، فبدي اجرب قد ما فيني منهم. في كتير جبال around the world اللي كتير حلوين، وكل جبل غير، كل جبل بيفرق. يعني مزبوط ايفرست اعلى جبل، بس منه اصعب، منه احلى، منه، بس ايفرست هو يعني انجاز، حلم كل متسلق، لانه هو اعلى محل فيك تحط جسمك عليه. اوكي وصلت على القمه، قلت كنت عم بحلم كيف بده يكون المنظر من فوق، شو شفته؟ كنت عم بحاول اتصور. ما بتشوف بس بيسمع حوالي. لا 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 عملت شهر حتى تتصوري فوق، ما طلعت. لا طلعي عن جد، يو ار اون ذا توب اوف ذا وورلد، يعني شايفه كل شيء تحتك صرتي وانت واقفه فوق، بس تطلعي يمين وشمال بتشوفي سما وغيوم ازرق وسما وغيوم، بس تطلع تحت لانه هنيك كلها جبال، فبتشوفي هيك اتس سو نايس، اتس ريلي بيوتيفول، كلها جبال وابيض وكل جبل شكله شيء، وبتشوفي الطريق بدك تجربيها جواب. لا ميرسي انا بشوفها هيك كثير حلو. طيب فاطمه دريان نحن فخورين باللي عملتيه، عن جد انجاز كثير حلو، ان شاء الله بتكفي وبتحقق كل احلامك ان شاء الله. نحن بنتشكر حضورك معنا. ثانك يو سو ماتش. اهلا وسهلا. بنتوقف مع بريك وبنرجع. ب 21 حزيران نستقبل رسميا فصل الصيف، ولكن هلا بعدنا بفصل الربيع، وبهالفصل بتكثر اعراض الحساسيه ربو وغيرها عند الاطفال تحديدا. رح نحكي اكثر عن هالموضوع مع دكتور نيلي يزبك، اخصائيه بامراض الربو والحساسيه عند الاطفال.